بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كان البحث حول موضوع أداء الصلوات في أوائل أوقاتها، وهنا عنوان جانبي: ما علاقة شدة الحر وشدة البرد بجهنم؟ هذا ما ورد في حديث عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم شدة الحر بفيح جهنم، بل أشار إلى حقيقة غيبية في العلاقة بين جهنم وبين الأسباب المادية الظاهرة للحرارة. ولا تعرف علاقة الشمس والنجوم الحارة الملتهبة بنار جهنم، ما هي حقيقتها؟ كذلك لا ندري ما حقيقة علاقة الشتاء بزمهرير جهنم وهي شدة البرد. فما علمه الإنسان بوسائله المادية وعلم الجغرافيا محدود بالحواس، تصل إليه الحواس بالآلات والماكينات. أما الحقائق الغيبية الدقيقة فهي أسرار لا يعلمها إلا الله تعالى، الذي يوحي إليه نبيه ما شاء فينطق هو بالوحي ويكشف عن أشياء لا ندري عن كنهها وسرها. فقد ذكر في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النار جهنم أذن لها ربها لشكواها من شدتها بنفسين: نفس في الصيف فهو ما تجدون من سمومها، والنفس في الشتاء فهو ما تجدون من زمهريرها. والظاهر أن سموم جهنم وزمهرير جهنم اللذين يظهر أثرهما في الصيف والشتاء لا علاقة له بالثواب والعقاب، ولا يصل مباشرة إلى جميع الناس، بل يصل أثرهما عن طريق النظام الشمسي والنظام الكرة الأرضية والنظام الطقس الذي وضعه الله تعالى وقدر كل شيء منه. وهو يختلف في المناطق الاستوائية والشمالية والجنوبية، وهو نظام أرضي قمري شمسي من صنع العزيز العليم. وكشف الحديث عن سبب آخر من عالم آخر لا نعلم سره، فلا يعلم سره إلا الله. ما هي العلاقة؟ هل ذلك لتشبيه فقط، يعني تشبيه شدة الحر بفيح جهنم؟ فليست هناك علاقة مادية جغرافية، ولكن يشبه هذا بذاك، ويشبه الزمهرير كذلك بزمهرير جهنم، الشتاء شدة البرد بزمهرير جهنم. فإذا هذا نوع من التشبيه. ثم ذكر من الأوقات وقت العصر، كان يصلي العصر كما ورد في حديث سيار ابن سلامة: بحيث يرجع أحدنا، هكذا قال الصحابي، بحيث يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. فهذا دليل على أوائل الوقت، وكانت آخر العوالي من المدينة المنورة على 8 أميال تقريبا، فيمكن أن نقدر هذه المسافة، وكانت تقطع هذه المسافة في أقل من ساعة، فهذا يفيد التبكير بصلاة العصر. وقد قرأنا فيما سبق من الأحاديث أنها كانت تصلى بعدما يصير ظل كل شيء مثله، فلو تأخرت قليلا تبقى الشمس حية أي قوية الضوء بعد قطع المسافة التي ذكرت. ولكن إذا صليت قبل المغرب بساعة أو أزيد قليلا فلا يمكن أن تبقى الشمس حية بعد هذه المسافة، فمن يؤخرونها إلى ما قبل الإصفرار يخالفون السنة. لا ينبغي تأخير العصر
إلى هذا الحد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بصلاة العصر في أول وقتها، وإذا أخرها أخرها قليلا، لم يكن يؤخرها إلى حد كبير. وقد ورد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي، وآخر العوالي على 8 أميال، فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال، يعني من 4 أميال إلى 8 أميال، فكان يذهب الذاهب ثم يرجع والشمس حية، وهذا دليل واضح على التبكير بصلاة العصر. ويوضح هذا المعنى هذا الحديث الذي قرأناه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة الحية، وأقرب العوالي من المدينة على 2 ميل وأبعدها على 8 أميال، كما جزم بذلك القاضي عياض وابن عبد البر وغيرهما، وبعض العوالي على 4 أميال. هذا ما ورد في التبكير بصلاة العصر وفي أداء الصلوات في أوائل أوقاتها. أما من يؤخرها أو يقضيها أو تفوته الصلاة فماذا سيكون حاله، وماذا ورد من الوعيد في حقه، هذا سيأتي إن شاء الله في الدرس التالي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.